السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أيضا نتلاعب في البراميترات اللي تنقلها الـ URL. أنتم ملاحظين في الـ HTML مثلا أنه ينقل الـ User ID أو الـ Page ID وإلى آخره. في الـ Ruby on Rails في عندنا شيء اسمه social network. مثلا عملت شيء معين, ممكن انه انت تجي على for example الويلكم. في الويلكم مثلا اجي اعمل page معين, انزل لاحظة هنا انا عندي بلاوي, لا خلينا على الاندكس, اندكس فارغ. طيب اخذ اللينك نفسه واضيفه هون واجي اكتب مثلا مش ويلكم, يعني page id مثلاً أسميها page id. الأكشن مالته حيكون من؟ حيكون نفسه هو الويلكم, لكن حضيف لأيضاً خاصية أخرى. كيف إضافة الخاصية؟ في نفس الأقواس المجموعة تجي تعمل لك فارزة تقول مثلاً في باراميتر اسمه page, هذا page هو الصفحة مثلاً رقم 5 رقم 4 رقم 3 whatever كان. تريد تضيف باراميتر آخر تعمل فارزة وتيجي تكتب مثلا هنا الـ page مثلا هذا والـ ID مثلا not this one okay. الـ ID ايش راح يكون مثلا الـ ID يكون 2 على سبيل المثال. لاحظ خلينا نجي نعمل هنا save okay this one. لاحظ سهل بهذا الشكل راح يكون انت عندك الأكشن. نجي نعمل رفرش, لاحظ ظهر لي شيء اسمه page id. لو ضغطت على page id راح يظهر لي welcome بعد ال, خلنا ناخذ هذا كوبي. لاحظ بعد ال welcome في عندي علامة استفهام, يظهر لي ال id يساوي 2 وال page عندك شو يساوي؟ يساوي لك 3. بمعنى انه بهالطريقة انا ممكن اتعامل مع من؟ مع الباراميترز. وممكن ايضا اعمل شيء انه اخذ هذا الباراميتر, يعني مثلا اذا اجيت على هذا اندكس HTML صح؟ بمعنى انه انا لو اجيت على محمد كنترولر لان هو اصلا موجود فيها الاندكس, فيها مثلا اجي اكتب في الاندكس شامل مثلا اجي اقول نغيره في الاندكس اضيف له انستانس فاريبل, اجي اقول انه مثلا الاي دي اخذه واخذ ايضا البيج فور اكزامبل, طبعا يساوي وليس نقطتين هنا فاريبل, هذا انستانس فاريبل. اجي اقول بارامز او بارام بارامز عفوا مو بارامز, اريد من عندك تاخذ لي الاي دي واريد من عندك تاخذ لي البيج مثلا سيف دول الاثنين. تمام نعملهم رندر لمين؟ هذا اندكس يعملهم رندر للاندكس صح. طيب يبقى علينا انه احنا نجي على الاندكس ونجي للأسفل مثلا نكتب هنا الـ ID يساوي والـ page يساوي مثلا. هنا اشرح أضع تاجات الـ Ruby on Rail بهذا الشكل, هذا وهذا عفوا والـ page. طيب هنا اشرح أضعاني params نقطتين يعني قوسين المربع نقطتين اكتب هنا الاي دي وهنا نفس الparams لكن لمين؟ لل page this one. انا احتاج انه اغير البطارية للماوس انه ما يتحرك بهذا الشكل فقط. اوكي تعال اعمل له save وتعال مرة أخرى للإندكس
لاحظ هنا عندنا ال ID وال page ظهر بهذا الشكل، بس لما أضغط هنا أنا for this one this is index. Okay, for page and ID هذا يعمل لك render لل welcome صح، هذا index بس link to welcome، هذا index save index page ID. لاحظ ال ID 2 ال page 3 لاحظت؟ لاحظ welcome لما ارجع للindex ما عندك اي رقم، بس لما اضغط على page ID لاحظ ال ID تحول ل 2 ال page يتحول 3 على اساس ماذا؟ على اساس ال URL اللي موجود. في طريقة اخرى من المنادات هنا انت عندك copy اعملهم paste، هذولا نعملهم comment. اوكي نجي هنا مثلا هنا خلينا نضع br tag، هنا ممكن أنا أعمله بهذا الشكل، إذا قلت at أناديهم ك instance variable refresh. أوبس طلعت عندي مشكلة ألا وهي ناسي هذا الأقواس المربعة save. تمام لاحظ هاي طبعا انا كنت اريد اسوي كومنت بس ما صار كومنت لان هذا HTML لازم تعمل HTML كومنت. المهم هنا انت عندك ال ID لاحظ يساوي 2 ال page يساوي 3، بمعنى انه انت ممكن تنادي ال instance، يعني مش بس تاخذ هذا parameters بياخذ من ال URL، بس هذا instance variable اللي بدي اخذه من الكنترولر. لاحظت لان هذا تم تعريفه في داخل هذا الكنترولر، وهذا مسؤول عن من؟ مسؤول عن الاندكس HTML ERB. فلهذا لما تجي تنادي عليهم هو بيعرفهم. نفس فكرة الاراي تذكروها الاراي، نفس الفكرة انت بتنادي عليهم بهذه الطريقة ايضا. يعني في طريقتين انت ممكن تنادي على البارامز الباراميتر وتشغل عندك. طيب ممكن ايضا انه هذا الباراميتر اذا حبيت انه انت تعمل له مثلا for example مثل شو، مثلا اذا حبيت انه انت تضيف page nation ملاحظين مثلا الصفحة التالية صفحة التالية صفحة التالية وهكذا تعمل عليها كليك. فحتى تشتغل مع هذا لاحظ الباراميترز في اليو ار ال دائما تتعامل تعامل السترينج، يعني لا يغرك الرقم الاثنين والرقم الثلاثة، هذا الارقام ما يغركش لأنه هذه الأرقام تعتبر string وليست integer. فلذلك تحتاج أنه هذا تقول له dot to underscore i بمعنى إلى integer. لاحظ كم سهل الكوماندات. بعد ذلك تجي تعمل plus مثلا 2 أعمل له save. لاحظ لما نجي نعمل هنا refresh طلع لي page 5، ليش؟ 3 زائد 2 5. فهنا أنا إذا أجي أعمل لي br tag مثلا حتى يظهر بواضح لاحظ page 5 لازم تحول إلى integer. إذا لم تحولها إلى integer ورأسا تعمل عليها زائد حيظهر عندنا error هنا. ليش؟ لأن هذا صح رقم لكنه ليس integer هو string، فلازم تستخدم 2i حتى تحولها إلى integer ويشتغل عندك بدون أي مشاكل. فبهالطريقة انت ممكن تتعامل مع من؟ مع الباراميترز في اليو ار ال. خلونا نوقف نكمل الدرس القادم.